السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو التبن الأحمر أو ما يقال عليه تبن الذريعة. وبعد أن تم دراسة الذريعة نتج لنا تقاوي البرسيم التي نشاهدها والتبن، والتجار يقومون بشراء التبن تعبئته كما نشاهد. احنا الجيل بتاعنا يعرف ان ايه مسلة. هو ده المسلة لسه موجودة يعني. اصل جيل الفيسبوك ما جيل الفيسبوك ما يعرفش حاجة. الله يسترك. وفي السماء رزقكم، انتم طالعين لاكل عيش ورب يرزقكم ان شاء الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. Thank you.
كويس انت بتأمنه بحاجة خشنة عشان ما يقعش. هذا ما لدينا ونشكركم ونشكر مسلمين. شكرا.